في فرصة لتوقف هذه النزاعات هيبقى في فرصة لإعادة الإعمار. خلال فعاليات منتدى شباب العالم، الرئيس السيسي يؤكد ضرورة وقف الصراعات حتى يمكن إعادة إعمار الدول التي تعاني منها. وزيرة التخطيط تؤكد أن مصر تنتهج مبدأ الحق في التنمية كحل أساسي في حقوق الإنسان. رئيس كازاخستان يعلن انسحاب قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي من بلاده اعتبارا من يوم الغد. الثامنة تماما هنا في القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موعد نشر إخبارية شاملة والبداية بعد الفاصل، فكونوا معنا. والبداية حيث دعا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ضرورة توقف النزاعات والصراعات حتى يتم إعادة إعمار الدول التي تعاني من ذلك ويتحقق السلام والبناء والتعمير. جاء ذلك خلال جلسة المسؤولية الدولية في إعادة إعمار مناطق ما بعد الصراعات بمنتدى شباب العالم في يومه الثالث بمدينة شرم الشيخ. بد أن النزاعات اللي موجودة دي تتوقف، عشان نقدر نقول مش احنا اللي نتحرك، الدنيا كلها، سواء الاتحاد الاوروبي او الامم المتحده او حتى منظمات العمل المدني اللي عايزه تساهم وتشارك في هذا الامر، لابد النزاعات اللي موجوده دي والاقتتال اللي موجود يتوقف. قبل كده هيبقى صعب، لان حتى ممكن يعني فنيا على الارض لما تيجي تعمل عمل لاعاده الاعمار في مناطق فيها لسه صراعات موجوده ممكن يبقى ما تتمش بالشكل اللي انت بتتمنى. انا مش بتكلم على اليمن ولا بتكلم على، انا بتكلم بصفه عامه. وبالتالي لما في فرصه لتوقف هذه النزاعات هيبقى في فرصه لاعاده الاعمار، وهيتواجد التمويل وهيتواجد الاراده من الجميع للمشاركه بشكل او باخر لتسويه المساله ديت. لكن اتصور ان اول نقطه احنا محتاجين نتحرك ونشتغل عليها ان احنا قبل ما نتكلم على الرقم والفلوس، في فرق بين تخفيف اثار الازمه للمواطنين اللي موجودين سواء بتوفير الطعام او توفير المأوى او الملبس او حتى العلاج، وفرق انك انت تعمل اعاده اعمار لدوله كانت في حاله حرب. وقال سيادة الرئيس السيسي أيضا إن إعادة إعمار قطاع غزة يحتاج إلى مبالغ طائلة، داعيا الدول المانحة عدم تخليها عن وكالة الأونروا حتى تواصل التزاماتها نحو القطاع. قطاع غزة، القطاع فعلا محتاج أرقام أكتر كتير من الرقم الـ 500 مليون دولار، وكنا نتمنى في مصر إن احنا نساهم بأكتر من كده. لكن انا حاضر اقوله للناس اللي شغاله ان المرحله الثانيه اللي بدات في ديسمبر من فضلكم، احنا كنا قايلين ان دايما الناس اللي تشغل يعني المواطنين اللي موجودين هناك، لان مش هنجيب عماله تخش القطاع واهل القطاع موجودين يشتغلوا يعني. لكن اقصد اقول ان احنا ارجو ان احنا ننهي المراحل اللي احنا وعدنا بيها في اسرع وقت ممكن من اجل أشقائنا في قطاع غزة. وحيستمر دورنا في أن احنا نناشد المانحين أن هم يتقدموا ولا يتخلوا عن الأونروا عشان الالتزامات اللي خاصة بيها، الالتزامات اللي بتقوم بها الأونروا. وأتصور أن ده الأمر بشكل أو بآخر يبتدي يعني يعود مرة أخرى بعد توقف الكام سنة اللي فاتوا. وبرضو مرة تانية بنوجه نداء للدول المانحة وحنتحرك كدولة معهم أيضا عشان تصل هذه الرسالة بشكل أكثر قوة وفاعلية من أجل استئناف
أكبر ودعم أكبر للأونروا عشان تقوم بدورها في القطاع. كما شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن المنطقة العربية دفعت ثمنا باهظا نتيجة تدخل الآخرين في شؤونها. وبقول لكل المتابعين للأمر ده، المنطقة دي دفعت ثمن كبير لفرض أو تدخل الآخرين في شؤونها. والكلام اللي احنا بنتكلم فيه هنا هو يعني أنا هفضل أكرره وأقول تاني، في الدول اللي بنتكلم فيها دي كان محاولة للتغيير، محاولة للتغيير. أصحاب التغيير ما كانوش فاهمين أو مش عارفين إن هو المسار ده قد يؤدي إلى الخراب اللي احنا عايشينه. في مصر كان ممكن يحصل كده. بكررها كتير، أولا عشان الشعب المصري يعرف ويفتكر إن ربنا سبحانه وتعالى تفضل علينا كثيرا جدا بإن احنا ما دخلناش هذا المصير. دولة فيها 100 مليون كانت هتبقى دولة أزمات ولاجئين وناس تتفرج علينا والمانحين يعطونا، والمانحين يعطونا. ومن جانبها فقد أكدت مديرة وكالة أونروا لتشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين بالقاهرة سحر الجبوري، أكدت أن عدد اللاجئين الفلسطينيين اقترب من 6 ملايين لاجئ، وأن اعتمادهم على الوكالة ازداد في الفترة الماضية نظرا لازدياد هشاشة أوضاعهم. جاء ذلك خلال جلسة المسؤولية الدولية في إعادة إعمار مناطق ما بعد الصراعات بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ. ونتيجة أعداد اللاجئين الفلسطينيين اللي مسجلين لدى الوكالة حاليا يبلغ عددهم 5.8 مليون لاجئ، ازداد وزيادة هشاشة أوضاعهم، ازدادت احتياجاتهم، فزاد اعتمادهم على الوكالة. والوكالة مع الأسف احنا دا تمر بتحديات كبيرة كذا سنة حاليا من 2015 في ضغوط كبيرة على الوكالة، منها ضغوط مالية، فقلة الوكالة أنشئت كوكالة مؤقتة حتى توصل إلى حل عادل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وبيشمل هذا الحل لحل اللاجئين الفلسطينيين. بعد 72 سنة من العمل لم يتم التوصل إلى هذا الحل. وخلال جلسة المسؤولية الدولية في إعادة إعمار مناطق ما بعد الصراعات بمنتدى شباب العالم، توجهت المديرة الإقليمية للأمم المتحدة بمؤسسة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بهيئة الأمم المتحدة للمرأة سوزان مكايل، توجهت بالشكر للحكومة المصرية لدعم المرأة داخل مصر بالمنطقة وبالمنطقة العربية والشرق الأوسط. وأود أن أتوجه بشكر حكومة مصر العربية لاستمرارها في دعم المرأة ليس فقط داخل دولة مصر، ولكن أيضا نظرا للأثر البالغ الذي تتركه في كامل المنطقة العربية والشرق الأوسط. ما أود أن أقوله هنا أننا يتعين علينا أن نعمل حماية النساء والأطفال. نجد كما ذكر عن اليمن أصبحت هذه المآسي ممتدة، ونظرا لهذه الهزمات الهائلة نجد أن الكثير يتأثر، وهذه ما يعرف عليها بالآثار السلبية لما بعد النزاعات. وعلى مدار السنوات الطويلة وعلى مدار النزاعات عادة ما نجد أن هناك نماذج عدة لتقديم هذه المساعدات الإنسانية. وخلال جلسة تجارب تنموية في مواجهة الفقر ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه منذ تولي المسؤولية كان هدفه الأول هو محاربة الفقر من خلال العمل بإتقان وإيمان، مشيرا إلى أن حجم الإنفاق خلال 7 سنوات الماضية للخروج من متاهة الفقر وصل إلى أكثر من 6 تريليونات جنيه. لليوم الثالث على التوالي
التالي واصل منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ جلساته وندواته بعقد جلسة تحت عنوان تجارب تنموية في مواجهة الفقر، استعرضت تأثيرات وتداعيات جائحة كورونا على معدلات التنمية في دول العالم ومن بينها مصر، وخطط المواجهة والحد من التأثيرات السلبية للجائحة على خطط التنمية وبرامج الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية التي بدأتها الدولة منذ عام 2016. لما بنتكلم على الخدمات التي تقدم في قرى الريف المصري، في 58 مليون مواطن في 4500 قرية، بنتكلم على خدمات بنية أساسية، صرف صحي ومياه، شرب وكهرباء وشبكة طرق، بنتكلم على خدمات وحدات صحية، بنتكلم على فصول، بنتكلم على سكن لائق. واستعرضت الجلسة دور المنظمات الإقليمية والدولية ومن بينها الأمم المتحدة في دعم التجارب التنموية في الدول التي شهدت أكبر التأثيرات حدة لجائحة كورونا. فقط أود أن أقول أن هذه المبادرة المحلية توفر فرصة رائعة للتخفيف من الفقر وأوجه عدم المساواة ولزيادة شراكة الأمم المتحدة مع الحكومة لضمان تطبيق ناجح، لأنه عندما تنجح الحكومة في حياة كريمة ذلك يعني أنها سوف تنجح في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. قدرت حياة كريمة كانت أهم خطط المواجهة التي دشنتها الدولة للحد من تأثيرات ظاهرة الفقر والتي تستهدف نحو 60 مليون من سكان القرى والريف في مصر. تضافرت الجهود بين الدولة وبين صندوق أنشأنا اسمه تحيا مصر عشان بس يبقى الأمور واضحة، وتحركنا وأنشأنا ما يقرب من 300,000 وحدة سكنية. وبالمناسبة احنا هنفضل نشتغل في الاتجاه ده حتى نصل إلى 1,000,000 وحدة سكنية كتخطيط. أنا الكلام اللي بقول عليه ده أرقامه ضخمة جدا ماليا، الهدف منه ايه؟ احنا هنقعد ننظر للخلف ولا هنفضل نتحرك عشان نخرج من دائرة الفقر اللي احنا موجودين فيها؟ أشار الرئيس السيسي إلى أن الدولة أنفقت ما يزيد عن 400 مليار دولار خلال السبع سنوات الماضية للخروج من دائرة الفقر الذي يدخل بالأسر والدول إلى متاهات يصعب الخروج منها. خلال السبع سنين اللي فاتوا دول حجم الإنفاق اللي تم إنفاقه عشان نحاول نخرج من متاهة الفقر اللي بنتكلم عليها أكتر من 6 تريليون جنيه، يعني كم؟ حوالي 400 مليار دولار. ووجه الرئيس السيسي التحية للشعب المصري الذي تحمل تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الدولة عام 2016، مؤكدا أنه لولا هذا البرنامج الإصلاحي والحوافز الاجتماعية والاقتصادية التي قدمتها الدولة بقيمة تجاوزت 100 مليار جنيه لتأثرت مصر بشكل أكبر بتداعيات جائحة كورونا. إن احنا نطلق مبادرة أو حوافز ب 100 مليار جنيه مع بداية الجائحة، وده كان أمر مبكر جدا اتحركنا فيه. يمكن في دول كتير في العالم ما كانتش اتحركت، وإحنا قلنا لا على طول نضخ 100 مليار جنيه عشان نعزز ونحفز ونحافظ على الشركات القائمة بالفعل. الشباب هم قاطرة التنمية وعماد المبادرات التنموية التي تتبناها الدول للخروج من دائرة الفقر، وفي مقدمتها مصر التي دعمت مبادرة الشباب بحياة كريمة التي لاقت إشادة من الحاضرين. أكبر يعني مبادرة استطاعت أن يعني تجمع بين القطاع الأهلي والقطاع الخاص والجهود الحكومية هي مبادرة حياة كريمة. هذه المبادرة الرئاسية التي استطاعت أن تحقق المعادلة الصعبة في أن يشترك الجميع في مبادرة تساهم في التخفيف من أعباء الفقر. الموضوع ده كان بيطرح أكنه حاجة اكتشاف جديد، يعني في ربط، وفخامة الرئيس أشار إلى قضية تغيير المناخ وحياة كريمة. فإحنا إزاي نقرب القضيتين دول؟ إن إحنا لازم يبقى عندنا مجموعة من الإرشادات بتفكر إزاي استهلاك الكهرباء والمية، استهلاك التقنيات تبقى شبهنا،
تبقى شبه الناس اللي هتستخدمها. وأنا فخورة حقيقي إن إحنا دلوقتي مؤسسة شبابية، وهي مؤسسة حياة كريمة ومظلة للشباب المتطوع اللي بتضم حوالي 21,000 شاب متطوع. الحقيقة في ظل حدوث جائحة كورونا اللي كان ليها العديد من الأضرار العالمية على كافة الدول، إلا أنها كانت الدافع لينا أننا نقوم بالمزيد من العمل للتخفيف عن حدة أثار الجائحة. وألقت الجلسة الضوء على تداعيات جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية على مؤشرات التنمية والأداء الاقتصادي عالميا وانعكاساتها على تزايد معدلات الفقر، حيث تسببت الجائحة في أكبر ركود اقتصادي يشهده العالم وانخفاض الاستثمارات وتباطؤ التجارة العالمية واضطرابات في سوق العمل والتعليم، ما قد يهدد بدخول نحو 250 مليون شخص في العالم إلى دائرة الفقر بنهاية العام الجاري. تجربة مصرية تقدمها مصر للعالم للخروج من دائرة الفقر، عنوان مشاركة الرئيس السيسي في أولى جلسات اليوم الثالث من أيام انعقاد منتدى شباب العالم، جلسة ناقشت التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على جهود التنمية حول العالم. تجربة مصرية ملهمة لاقت إشادة الحاضرين في عالم أصبح يصارع للخروج من دوائر الفقر ومتاهات تراجع وتباطؤ معدلات التنمية. على رشوان، النيل. وما زلنا نتواصل مع حضراتكم، حيث حضرت الطفلة النوبية جنى فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كان الرئيس قد أجرى جولة تفقدية في قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان في 27 من ديسمبر 2021، وخلال الجولة التفقدية حرص على عقد لقاء مفتوح مع مجموعة من الأهالي، ودعا الطفلة جنى التي استقبلته في مرسى جزيرة كيكي لحضور النسخة الرابعة من منتدى الشباب. هذا والمزيد من المتابعة والتحليل تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة راندا الشافعي، استشاري تطوير الأعمال وأحد المشاركين في المنتدى. بعد التحية لحضرتك يا فندم، يعني مساء الخير، حضرتك معايا على الخط. ألو، مساء النور يا فندم. أهلا بك. أكد الرئيس السيسي أن مجابهة الفقر تأتي على رأس أولويات الدولة في ضوء مبادرة حياة كريمة طبعا. كيف ساهمت تلك المبادرات برأيك في بناء ليس فقط الدولة بل أيضا الإنسان، يعني ليس فقط يعني العنصر، كيف تأثر العنصر البشري بذلك؟ في البداية خليني أوضح لك شعرنا كلنا النهارده في ورشه العمل التي كانت تتحدث عن تجارب تنموية في مواجهه الفقر، عن شعارنا وهو احساس من بعض المهنه فرصه. والفرصه كانت هي في تحويل حياه 58 مليون مواطن مصري في الفقر الى رفع مستوى معيشتهم وتحسين جوده التعليم والقضاء على الفقر، لانه يعد هدف من اهداف التنميه المستدامه ويساعدنا في خلق بيئة عمل مناسبة لكل المواطنين. من أجل القضاء على الفقر بدأت الفكرة بمبادرة حياة كريمة التي كان عدد المنتفذين منها بما يقرب بحوالي 4.5 مليون مواطن، لخلق بيئة متكاملة لبناء المواطن والحماية من أفكار التطرف، توفير سكن كريم، تطوير البنية التحتية، توفير قواسم طبية، يعني حضرتك عايزه تقولي لابد من تطوير المكان، ويعني المكان والعنصر البشري، يعني بدون العنصر البشري ان يتطور هيبقى في مشكله طبعا يا فندم. بالفعل، والبدايه من عنصر الشباب، وكما تحدثنا في المرات السابقه ما حدث لمدينه اسوان في السيول، فوجدنا من تضامن من كافه الفئات والشباب لحل هذه الأزمة. وقد أكد السيد الرئيس على أهمية القضاء على الفقر لأنه متعدد الأبعاد، ويجب الاتفاق على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ورفع مستوى المعيشة والتأكيد على دور المرأة، خاصة المرأة المعيلة في الصعيد أكيد وفي المناطق الأخرى. يعني طبعا هذه المشاكل الكبيرة بتأخذ وقتها حتى يتسنى لنا أن يكون يعني حياة كريمة بالنسبة لكل المصريين وليس فقط 58 مليون المستهدفين حاليا.
أستاذة دكتورة رندا الشافعي استشاري تطوير الأعمال وأحد المشاركين في المنتدى، شكرا جزيلا لك. ومعنا على الهاتف من شرم الشيخ الأستاذ أحمد مسعد زهران عضو تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين. بعد التحية أستاذ أحمد، من واقع حضورك جلسات اليوم، أهم ما تضمنتها أو الوقوف عندها في هذه الجلسات؟ في البداية طبعا بوجه التحية لحضرتك. شكرا. الله يخليك. يمكن طبعا كانت الجلسة النهاردة الجلسة الأهم، الجلسة التي تحدث فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مبادرة حياة كريمة وتنمية الريف المصري ورؤيته لتطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية في المجتمع المصري من حيث رفع مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع والنهوض بهم. طبعا كان الكلام عن مبادرة الحياة الكريمة من سيادة الرئيس، احنا انا كنت موجود في القاعة الرئيسية. الكلام الحقيقة خلى الواحد يشعر بتفاؤل شديد ان القيادة السياسية في مصر عندها هذه الرؤية الثاقبة والشاملة للنهوض بحياة الإنسان المصري ولتطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية تطبيق صحيح. نعم. تطبيق يؤدي إلى نتائجه المرجوة. نعم. طبعاً مبادرة الحياة الكريمة كما هو معلن وكما هي الأرقام اللي الناس تعرفها كلها إن هي هتطبق خلال 3 سنين على قطاع من الريف المصري يشمل أكثر من 4000 قرية وبتكلفة ضخمة جدا طبعا. وعدد المستفيدين من هذه المبادرة هو حوالي 58 ل 60 مليون مصري. نعم. فطبعا هي مبادرة طموحة جدا وهي احتلت محور الحديث النهاردة في ورشة العمل حول احتلت الصدارة تعتبر بالنسبة طبعا لجلسات العمل المحاور أيضا بتتحدث عنها. إلينا عبر الهاتف من شرم الشيخ الأستاذ أحمد مسعد زهران عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شكرا جزيلا لحضرتك. أشادت السيدة انتصار السيسي بما شهدته من عروض مبهرة على مسرح شباب العالم حيث اجتمع الموهوبون من كل أنحاء العالم في شرم الشيخ في رسالة تؤكد أن ما يجمع الإنسانية أكثر مما يفرقها أن الفنون يمكنها أن تلعب دورا بالغ الأهمية في إرساء قواعد التعايش. وأضافت أن الفنون والثقافة بلا شك هي الحياة والركيزة الأساسية للتنمية وبناء الإنسان. مقدمة تحية لكل مبدع وكل شابة وشاب شاركوا في هذه العروض المتميزة. وضمن فعاليات المنتدى عقدت جلسة حول مستقبل العمل وريادة الأعمال أثناء ما بعد الجائحة، وذلك بحضور مجموعة كبيرة من الشباب ورواد الأعمال من مختلف دول العالم وبحضور وزير الشؤون الشباب والرياضة البحريني أيمن ابن توفيق المؤيد. ناقشت الجلسة الفرص والتحديات التي واجهتها الشركات الناشئة في ظل الجائحة ومستقبل العمل للمرأة والشباب بعد كورونا، فضلا عن أهمية تكاتف المجتمع الدولي للتغير بسياسات العمل عالميا ودفع عجلة الاقتصاد خاصة في الدول النامية. هذا وتناولت إحدى جلسات المنتدى صناعة الفن والمحتوى الإبداعي والثقافي في زمن الجائحة والأثار السلبية التي تعرضت لها الصناعة والعاملين بها بسبب الكورونا بحضور وزير الثقافة إناس عبد الدايم، حيث أشار المشاركون في الجلسة إلى حدوث تغيرات متعددة في طرق وآليات العمل الثقافي والإبداعي بسبب إجراءات الإغلاق الكلي والجزئي المطبقة بأنحاء العالم في الوقت الذي أكدت فيه وزيرة الثقافة إناس عبد الدايم أن الجائحة أثرت إيجابيا على المشهد الثقافي في مصر لخلقها فرص مثل مبادرتي أبدا حلمك والثقافة بين يديك وإنشاء المسارح المفتوحة والعروض المسرحية المتنقلة. يعتبر منتدى شباب العالم فرصة ذهبية لكثير من
من العارضين المصريين الذين يعملون في الحرف اليدوية والتراثية، ومن هذا المنطلق تنظم وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة معرضين متميزين يلقوا إعجاب شديدا من الزوار والمشاركين. ويستمر منتدى شباب العالم في تقديم النماذج المتميزة بمعارض حكومية مليئة بالإبداع والفنون، كمعرض المجلس القومي للمرأة الذي يقدم عروضا حية لحرفتي خرز النول والرسم على القماش لدعم وتمكين المرأة اقتصاديا ومعنويا. احنا بنشارك في المنتدى باثنين لايف شو لحرفتي خرز النول والرسم على القماش، واحنا الحقيقه الحضور مبسوطين جدا لان هم بيختاروا التصميم اللي هم عايزينه وبيتعمل قدامهم وبيشتروه في ساعتها، فدي حاجه بتبقى مبسوطين جدا بيها يعني. كما يوجد تخصيص اخر لمعرض تراثنا التابع لوزاره التضامن الاجتماعي، ويتم فيه تقديم 6 حرف يدويه متنوعه ما بين تطريز القماش والفخار والكروشيه، وجميعها مشروعات رياده اعمال تاخذ طريقها للعالميه. الحقيقه دي كانت فرصه كويسه ان احنا نمثل معرض ديارنا في منتدى شباب العالم النسخه الرابعه بشغلنا، وكانت فرصه كويسه ان احنا تتبادل خبرات مع اكثر من ثقافه واكثر من بلد. والحقيقه كان شرفنا كمان السيد رئيس الجمهوريه امبارح بزياره المعرض واتكلم معانا، وكان داعم لينا ان احنا نطور شغلنا ونظهر الاحسن كمان. فرصه ذهبيه للعارضين تلقى اقبالا شديدا من المصريين ومن وفود 196 دولة تعرض بطريقة حضارية تحافظ على الهوية المصرية. لا يكتفي منتدى شباب العالم بفتح الآفاق للشباب المصري والعالمي الراغب في تحسين جودة الحياة، وإنما يفتح الباب أيضا للجهات الحكومية الداعمة للمواهب والحرف التراثية التي تساند الأسر وتحافظ على الهوية المصرية. أحمد بكير، أني. دور كبير يقوم به المركز الصحفي بمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، ويقوم المركز بتوفير المعلومات التي يحتاجها الصحفيون والإعلاميون والإعلام الأجنبي ليقوموا بواجبهم بشكل كامل. تطور مهنة الإعلام والارتقاء بها ألزم المختصين بدراسة مهنة الصحافة والإعلام على التأكيد على ضرورة توفر مراكز للمعلومات وقواعد البيانات في الأحداث الهامة. منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة لم يغفل ذلك وأكد على أهميته. الحقيقة المركز الصحفي بيقدم لنا خدمات كتيرة جدا، مش على مستوى المنتدى بس، على مستويات كتيرة، سواء بما يخص التصاريح الدخول، بالنسبة بما هو يخص الإجراءات الاحترازية، بالنسبة بما هو يخص تنظيم المنتدى وطريقة ازاي توصيل الخبر او استقبال الخبر، سواء بالتواصل مع المسؤولين، يقدر ان هو يظبط لنا انترفيوهات مثلا مع شخصيات مثلا معينة، يقدر ان هو مثلا يمدنا بالأخبار او المعلومات اللي احنا مش قادرين نوصل ليها. لا، الحقيقة المركز الصحفي بيقدر يقدم لنا خدمات صعب جدا ان احنا من غيره ان احنا نلاقيها يعني. الصحفيون داخل المنتدى اكدوا على قدرة المركز الصحفي على توفير لهم كل متطلباتهم المعلوماتية. بصراحة احنا اول ما جينا واحنا موفرنا اماكن نقعد فيها، موفرنا خدمات انترنت كويسة جدا، وصراحة كل الزملاء سواء المنسقين او سواء الناس المنظمين تبع هيئة الاستلامات او المركز الصحفي ما بيخلوش عنا باي معلومة ويوفرنا كل سبل المساعدة، بصراحة يشكروا مجهود مبذول كويس جدا. هذا وقد اكد العاملون في الحقل الصحفي ان المراكز الصحفية ضرورة لا غنى عنها، حيث انها تمكنهم من الوصول الى المعلومات ومعالجتها. من هذه القاعة يسرد الكثيرون فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، فهي منصة لنقل الخبر قبل مغادرة المشاركين في المنتدى والذين سيعدون بمثابة سفراء لمصر في دولهم. إنها قاعة المركز الصحفي. من مقر انعقاد منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، عمرو عبد العزيز، النيل. هذا وعلى هامش منتدى شباب العالم التقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع نائب رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية كونغو الديمقراطية ماسودي. وأشاد مدبولي خلال اللقاء بعلاقات التعاون التاريخية بين مصر وكونغو، معربا عن تطلعه لزيادة حجم التعاون بين البلدين في مختلف الجانب
في مختلف المجالات. من جانبها قالت وزيرة البيئة بكانغو إنها عقدت اجتماعات مع مسؤولين بالحكومة المصرية، دعت خلالها المستثمرين المصريين لزيارة بلادها لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة. قال الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكايف إن العملية انسحاب قوات حفظ السلام التابعة لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي من بلاده ستبدأ غدا الخميس. تصريحات توكايف جاءت خلال اجتماع ترأسه في مدينة المالتا التي شهدت أعنف الاشتباكات خلال موجة الاضطرابات الأخيرة في كازاخستان. وقد توجه الرئيس الكازاخي الثاني بالشكر إلى قوات حفظ السلام على عملها خلال الأيام الأخيرة، واصفا مهمة تلك القوات بأنها ناجحة، مشددا على أن نشر هذه القوات في كازاخستان خاصة في المعتا لعب دورا ملموسا في استعادة استقرار الوضع في البلاد. وما زلنا نتواصل معكم وفي ونتابع بعد هذا الفاصل. الكرملين ينفي أي صلة بين التدريبات العسكرية الروسية والمشاورات مع حلف الناتو. ما هو قادم أخبار الاقتصاد والأمير داود؟ تفضل أمير. شكرا جزيلا لك دينا، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشاطنا الاقتصادية وأهم ما نتابعه فيها. البنك الدولي يرفع من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.5% خلال العام المالي الحالي. استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن البنك الدولي، والذي أبرز عددا من المؤشرات الإيجابية بشأن الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه شهد نموا بمعدل أسرع مما كان متوقعا خلال العام المالي 2020-2021 بفضل قوة الاستهلاك وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، فضلا عن احتواء الضغوط التضخمية. وأشار مدبولي إلى أن البنك الدولي رفع من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري ب1% ليصل إلى 5.5% خلال العام المالي 2021-2022، وذلك في ظل تحسن الطلب الخارجي من الشركاء التجاريين الرئيسيين، بجانب التوسع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات استخراج الغاز وتحسن أداء قطاع السياحة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تهدف إلى تولي القطاع الخاص قيادة قطاع السياحة، حيث يتم العمل على تذليل العقبات وتوفير كل السبل من أجل تمكينه للقيام بهذا الدور. وخلال اجتماع لاستعراض عدد من المشروعات بمدينة العالمين الجديدة، ناقش مدبولي سبل تعظيم الشراكة مع المستثمرين السياحيين، إضافة إلى تصور لإقامة مناطق فندقية عالمية وأخرى للتطوير العقاري بالمدينة. كما أشار مدبولي للتوجيهات الرئاسية بسرعة تنفيذ مشروعات سياحية واستثمارية بالعالمين الجديدة بهدف إنعاش حركة السياحة الوافدة إلى مصر وتوفير فرص عمل مستدامة. قالت وزارة المالية إنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري وسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة، ونظرا للإقبال الملحوظ على مبادرة السداد النقدي الفوري خلال مراحلها الأربعة، فقد قررت الحكومة استكمال المرحلة الرابعة لهذه المبادرة ومنح المصدرين فرصة جديدة للانضمام إليها من خلال فتح الباب للمرة الثانية اعتبارا من 30 يناير الجاري وحتى 10 فبراير القادم. وأضافت الوزارة أن الحكومة ساندت القطاع التصديري بنحو 31 مليار جنيه تم صرفها لأكثر من 3000 شركة مصدرة منذ بدء تنفيذ المبادرات برد المستحقات المتأخرة للمصدرين في أكتوبر 2019.
أعلن البنك المركزي المصري الانتهاء من إنشاء مركز متكامل لأمن المعلومات يساعد على التنبؤ بالهجمات الإلكترونية قبل وقوعها ويحذر البنوك منها. وأوضح البنك المركزي أنه تم إعداد أول مرجع من نوعه لأمن المعلومات تحت اسم الإطار الاستراتيجي والتنظيمي لأمن المعلومات بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة بمعايير ومحددات يبلغ عددها نحو 400 محدد متوافقة مع نظيرتها الدولية وفي نفس الوقت عملية وقابلة للتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع. أعلن وزير البترول طارق الملا أنه يتم العمل على تنفيذ أول مصفاة ذهب معتمدة في مصر بمنطقة مرسى علم بالصحراء الشرقية تعظيما للقيمة المضافة من موارد الذهب وبما يؤدي لإكمال سلسلة القيمة لإنتاج الذهب عبر تعظيم المحتوى المحلي. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الاجتماع التشاوري الثامن لوزراء التعدين والثروة المعدنية العرب بالعاصمة السعودية الرياض. وأضاف الوزير أن رؤية تطوير قطاع التعدين تستهدف زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 0.5% حاليا إلى 5% خلال العقدين القادمين وتوفير عدد كبير من فرص التعليم وتعظيما لأنشطة التعدين عبر إصدار أكثر من 200 رخصة بحث واستكشاف سنويا. يحظى البرتقال المصري بشهرة عالمية باعتباره أهم أنواع محاصيل الموالح المزروعة في مصر. وخلال السنوات الأخيرة استطاعت مصر أن تحافظ على مكانتها كأكبر مصدر للبرتقال خلال موسم 2020-2021. الجودة واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطوير وسائل الري كانت وراء تصدر منتجات مصر الزراعية وخاصة محصول البرتقال المرتبة الأولى عالميا. عندنا في مصر حوالي 415 ألف فدان كلها مساحات منزرعة موالح، يعني حوالي 170-180 ألف هكتار زراعي، على الرغم من ان احنا رقم 7 في الانتاج الا ان احنا رقم 1 في التصدير الحمد لله سنتين متتاليتين. احنا رقم 1 عندنا في الانتاج هي البرازيل بتنتج حوالي 17 مليون طن سنويا في الموسم، يليها على طول الصين، يليها على طول الهند، يليها الولايات المتحدة الأمريكية، بعدين المكسيك، بعد كده مصر، أسبانيا. على الرغم من ذلك احنا رقم 1. يمر المحصول بالعديد من المراحل بداية من الجمع والتنظيف والتحجيم إلى التعبئة. نص الكرتونة 4-4 عرض ماشي، منطلع المسببات العفان كلها بالنسبة لحباية منتوشة، حباية مجروحة، حباية فيها كتمة. هملها بحجم 56-4-3 اللي أنا مفروض أنا بجيب البيت تاخد 3 حبيات ورص كده على طول. الخط بيتم فيها فحص الكرتونة وخلال أن أنا أسحب كرتونة من على البلد أو من على أي السير اللي أنا موجود عليه وأوزنها وأشيك عليها. حصلت مصر مجددا على المركز الأول في تصدير محصول البرتقال متفوقة على دولة أسبانيا بواقع 1.5 مليون طن وأصبحت الأولى عالميا. من النوبارية محمد الخطيب، النيل. قام وفد ليبي رفيع المستوى بزيارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة من أجل التعرف على التجربة العمرانية المصرية الحديثة وبحث سبل التعاون. ورفق الوفد الليبي عدد من المسؤولين بوزارة الإسكان، حيث تم تقديم عرض توضيحي للموقف التنفيذي للمدينة وشرح أهم المعالم الرئيسة وتلقي كافة الاستفسارات من أعضاء الوفد والرد عليها. كما زار الوفد البرج الأيقوني الذي يعد الأعلى في قارة إفريقيا ومشروع الحدائق المركزية. ختام نشاطنا الاقتصادية وعودة من جديد إلى زميلتنا أبو الفتوح واستكمال البانوراما. تفضل شكرا لك أمير، وما زلنا نتواصل مع حضراتكم. حيث بدأت اليوم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون محادثات مع موسكو في مقر حلف شمال الأطلسي ناتو في بروكسل، وذلك لمحاولة تجنيب المنطقة ما تعتبره واشنطن تهديدا روسيا باجتياح أوكرانيا. من جانبه نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف اليوم وجود أي صلة بين التدريبات العسكرية الإدارية في روسيا والمشاورات في حلف الناتو، مشيرا إلى أن البناء العسكري أو التدريبات العسكرية للقوات الروسية مستمرة ولم تتوقف.
من جانبها جددت الولايات المتحدة رفضها للطلب الروسي بضمان عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي مستقبلا، مشيرة إلى أن البت في هذا الأمر يعود لكييف ودول الحلف. واعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أنه من المبكر القول ما إذا كانت موسكو جادة بشأن سلك طريق الدبلوماسية، وإنه ينبغي الانتظار للتأكد من جديتها. أما استخدامها المباحثات ذريعة للقول إن الدبلوماسية لا يمكن أن تنجح على حد تعبيرها. وبانوراما النيل ما زالت مستمرة ومعكم بعد الفاصل. إطلاق المدونة العربية للتنمية المستدامة تحت رعاية الأمين العام للجامعة العربية. ما هو قادم أخبار الرياضة والأمير داود؟ شكرا جزيلا. ختام نشرتنا الرياضية وعودة من جديد للزميلة دينا أبو الفتوح واستكمال البانوراما. تفضلي. شكرا لك أمير. ومع هذا الخبر، حيث انطلقت بمقر الجامعة العربية فعاليات إطلاق إصدارات مشروع المدونة العربية للتنمية المستدامة بحضور ورعاية الأمير عبد العزيز ابن طلال رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية. عقدت الجامعة العربية حفلا لإطلاق إصدارات مشروع المدونة العربية للتنمية المستدامة بالتعاون مع الشبكة العربية للمنظمات الأهلية وبرنامج الخليج العربي للتنمية. النهاردة بنتوج مع هذه المؤسسة الهامة أحد البرامج الهامة التي تدعم منظمات المجتمع المدني وكافة الجمعيات الأهلية في إطار يدعم عملية التنمية المستدامة والمضي قدما لتنفيذ خطة 2030 خاصة بعد تداعيات كوفيد 19. المشروع بادرت به الشبكة العربية للمنظمات الأهلية عام 2019 ويدعمه برنامج الخليج العربي للتنمية، ويستهدف بلورة منظومة القيم والسلوكيات والمهارات المعززة للتنمية المستدامة. أهميتها اليوم تنبعث بأنها مرتبطة بأهداف التنمية اللي ب2030، وفي نفس الوقت تطلق من جامعة الدول العربية بيت العرب، وهو وأساسيتها أنها تعمل دور حقيقي للمجتمع المدني بشكل عام والجمعيات الأهلية بشكل خاص، فهذا يجعل أهميتها من هذا المنطلق. هذه الأهمية بتنبع من مجموعة أشياء. الشيء الأول يتصل بعملية استنهاض المنظمات الأهلية والمجتمعات المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني، ودي عملية مهمة جدا جدا، ودي يعني أشار بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن المنظمات دي يجب أن تنهض، وأن هذا العام مشيرا إلى العام الماضي يجب أن تكون منظمات المجتمع المدني باستنهاضه. خلال الحفل تم الإعلان عن إطلاق الإصدار الأول المدونة العربية للتنمية المستدامة منظومة القيم والسلوكيات والمهارات، والتي صدرت مطلع عام 2020 وتقدم في القسم الأول تأصيل لمفهوم التنمية المستدامة وتطورها التاريخي. تسعى الجامعة العربية إلى تمكين منظمات المجتمع المدني من التواصل والتفاعل معا وبناء قدراتها المعلوماتية والخبراتية بما يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في المجتمعات العربية. من الجامعة العربية منذر أبو دوح، النيل. ودائما الختام عناوين الأخبار. في فرصة لتوقف هذه النزاعات، هيبقى في فرصة لإعادة الإعمار. خلال فعاليات منتدى شباب العالم، الرئيس السيسي يؤكد ضرورة وقف الصراعات حتى يمكن إعادة إعمار الدول التي تعاني منها. وزيرة التخطيط تؤكد أن مصر تنتهك مبدأ الحق في التنمية كحق أساسي من حقوق الإنسان. رئيس كازاخستان يعلن انسحاب قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي من بلاده اعتبارا من يوم الغد. انتهت هذه النشرة لهذه الساعة، ولكن على رأس الساعة موجز جديد. كل معنا وإلى اللقاء.